ليك الرياض اذا انتصار اليوم انتصار صعيب شي خالد، انتصار مهم برشا، مي مازالت برشا خدمه تنتظر الترجي الرياضي التونسي. ليه هو الخدمه؟ انا نقول لك تربى من المهم عاد فما وقت لازمنا نربحوا ساعه، وسيتي ماتش كومبليكي، حتى احنا نلعبوا ماناش مرتاحين، ستريسي ستريسي او نيفو دو ريكوبيراسيون، ستريسي في اللعب، حتى تشوفوا لي زوكازيون معناها راس راس وخرب، اما الباس غلط والا دونك في احنا في بيريود تاع On a besoin de confiance, de tranquillité. Donc, les victoires, هذوما يعاونونا معناها خاطر يعاونونا للمستقبل، معناها تور معناها اون بو افونسي بالانتصارات. وهذا انتصار مهم مع منافس اختار لوبسيون باش معناها يدافع بوندون 90 مينوت، اما نعتقد اللي 3 بوان مهمين برشا معناها لنا. شكرا ليك سي خالد. هذا تصريح مدرب الترجي خالد بن يحيى يقول لك انا فكرت في ثلاثه، مازال مالك في الاستجوابات المباشره لك الخط. معايا معاذ بن شرفيه حارس الترجي الرياضي. معاذ، ذو الانتصار مهم للاسبيرونس اليوم، سيرتو فما تريف جايه، سيرتو برشا خدمه مازالت الاسبيرونس قدام. صحيح، معناتها المقابله هذه بالنسبه لنا احنا النتيجه نتاعها اهم من الاداء نتاعنا، نتصور معناتها احنا في مرحله انتقاليه قاعدين نكونوا في مجموعه طيبه. تشوف معناتها اليوم معناتها شاركنا معناتها غيلان، معناتها اول مقابله ليه عمره 20 سنه، ان شاء الله بقدره ربي نكملوا في النسق هذا، ان شاء الله العباد معناتها تصبر علينا، ان شاء الله الجماهير نتاعنا كيف اليوم معناتها وقفت معنا كما يلزم، نشكرهم معناتها على التشجيعات نتاعهم. في مرحله انتقاليه قلت لك احنا لازمنا نصبر ولازمنا نتعاونوا لاعبين هيئه مديره وببليك، ان شاء الله بقدره ربي بشجع كيما قبل ان شاء الله. شكرا لك معاذ، وشكرا لك رياض ولك الكلمه. مشكور مالك ساسي على الاستجوابات الفوريه. اذا انتصار الترجي على النجم المتلوي هدف